هو صحيح فين الشيف وفين بقية الستاف؟ لا ما انا شغلهم ما عجبنيش فمشيتهم بقى وجبت ناس تانية. دلال انت بتكدبي عليا، ده انا سارة ابص في عينيكي اعرف على طول ايه اللي بيحصل. طب طالما بسم الله ما شاء الله عليكي نبيهة قوي وذكية كده تسألي ليه؟ واضح كده ان انت مش عايز تحكي وانا مش هضغط عليكي، بس عامة ما تكبريش، الطريق لو فيه مشكلة بنلف ونرجع عادي خالص يا دلال. يعني ايه بقى مش فاهمة؟ لا فاهمة كويس، واضح قوي ان المطعم بيخسر. استاذة دلال عز الدين. انا دلال عز الدين. وانا محضر الضرايب. انا مش دلال عز الدين. مش حضرتك صاحبة المطعم؟ انا صاحبة المطعم. يعني حضرتك استاذة دلال؟ طب بعد اذنك عايز رقم بطاقة ضريبية. استاذة بعد اذنك رقم بطاقة التسجيل الضريبي. لا ما عنديش حضرتك. هو حضرتك اصلا مسجلة بمنظومة ضريبية ولا لا؟ منظومة ضريبية ايه حضرتك مكبر الموضوع كده ليه؟ يعني اساسا المطعم قدامك فاضي ومش شغال اصلا، ده الشيف مشي. طب رقم القيمة المضافة. هنضيف ايه حضرتك؟ ما هو مفيش ضرايب عشان نضيف عليها حاجة. واضح ان انت اصلا ما عندكيش محاسب قانوني. ما عنديش حاجة خالص حضرتك. انا اسف يا فندم، انا مضطر اعمل لحضرتك محضر تهرب ضريبة. كلمي حسام يا سارة. وشغاله في الريل استيت بقالك قد ايه؟ 4 سنين. هايل، وباين من السي في بتاعك انك عندك خبره كبيره، بس المشكله انك بتنقلي كتير بين الشغل. يعني اخر شركه مثلا قعدت فيها حوالي 3 شهور بس. لا ده عشان بس كانت بنتي تعبانه فقعدت جنبها شويه، لكن غير كده حضرتك هتلاقي ان انا بقعد اكتر من سنه. يعني اول شركه دي كانت شركه صغيره قوي قعدت فيها اكتر من سنه. طيب وعملتي ايه في شركه خيري منصور؟ بعت اكتر من 70 يونت ما بين فيلل وشقق ودوبليكس. ممتاز ممتاز جدا. طيب شايفة نفسك فين كمان 5 سنين؟ عندي المدرسة. هلال ازيك؟ ازيك يا أدهم؟ الحمد لله. تعمل ايه هنا؟ مفيش بقى، نازل اشتري شوية حاجات وابص على حاجات. انتي عاملة ايه؟ غريبة يعني لسه لابس الدبلة. لا ما هو انا اصلي. هاي دلال صاحبتي هاجر خطيبتي. تشرف. انا اسف. طبعا اذنك. اتفضلي. تعالي انا شفت حاجه هنا عايز اخد رايك فيها. عارف يا سيف، انا حاسه ان انا ما كانش المفروض اتعصب على مديرتك. ايوه بس هي بصراحه قليله الادب وتستاهل اللي جرى لها. عندك حق. انا حاسه ان انا فاشله. ممكن مع انه والله العظيم خططت للمطعم ده كويس جدا وعملت كل حاجه اقدر عليها. ايوه انت عارف ان ادهم خطب، بس خطب واحده كده ملهاش لازمه. انا قلت كده برضه، بس صراحه اللي خطبها دي ناجحه وبتعمل 100 حاجه في نفس الوقت وبتعملهم كلهم بشطاره. انا قلت كده برضه. انت عارف يا سيف، انا حاسه ان انا محتاجه حاجه كبيره، محتاجة أحقق حاجة، محتاجة يبقى ليا كارير ناجح. على فكرة بقى أنا مش فاشلة، عارف ليه؟
لاني بخطط لكل حاجه كويس قوي. وبس كل اللي انا محتاجاه شويه وقت على شويه حظ. انا حاسه يا سيف ان انا محتاجه. ايوه فهمت سيف، انا بتكلم معاك على فكره. ايوه عندك حق، انا غلطانه ان انا قاعده بضيع وقتي مع عيل صغير.